الاسم ده خلال الفترة اللي فاتت أثار الكثير من اللغط ما بين جمهور النادي الأهلي. هل هو كويس؟ هل هو مش كويس؟ هل هو راس حربة النادي الأهلي؟ هل هو مش مركز؟ هل هو في حاجة في دماغه مخليه مش مركز، بيفكر في شيء آخر؟ حاجات كتيرة جدا جدا. الموضوع ده خلاني أروح لاتجاه واحد فقط. دايما لما بتيجي تقيم لاعب وانت متأكد من جواك ان هو لاعب كويس ولاعب من افضل اللاعبين اللي لعبوا في هذا المكان من وجهة نظر ناس كتير فنيين، لما دايما تقيم مثل هذا اللاعب ولقيت نفسك احترت، او فجأة لقيت نفسك لسه مش متأكد قوي، عارفين حضراتكم بنعمل ايه؟ بنعمل مقارنة. مقارنة بالأرقام. مقارنة بالأرقام ليه؟ لأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. وليد أزارو واحد من اللاعبين الجيدين، هل هو محتاج مدير فني كويس علشان يشتغل معاه أو يخليه يركز بطريقة أو بأخرى؟ هل الفترة اللي فاتت إن هو لعب كتير وضيع كتير وتعرض لانتقادات كثيرة أثرت على تركيزه؟ كان معايا الأسبوع اللي فات النجم عماد متعب، قال لي أهم حاجة في الراس حربة الهدوء. هل لما الواحد يتعرض لكل كمية الضغط دي، عندك 60 70 80 مليون أهلاوي بيشوفوا وليد أزارو بيضيع جون وبيخرجنا من أو بيخرج بنخرج النادي الأهلي من بطولة، بيحملوا وليد أزارو إن هو السبب في هذا الموضوع؟ على فكرة كلنا كنا بنلعب كرة قدم، أي حد كان بيبقى بيعمل اوفر غلط، اي باك رايت او باك ليفت بيعمل اوفر غلط، الناس كلها كانت بتحمله برضو اذا كنت خسرت في مباراة بيحملوك السبب ان انت خسرت هذه المباراة. فده طبيعي جدا. جمهور النادي الاهلي محب جدا لكل لاعبيه، جمهور النادي الاهلي محب جدا للبطولات، جمهور النادي الاهلي غرضه شيء واحد فقط، هو البطولة. وكرة القدم فوق وتحت فوق وتحت. لما هتجيب جون ال 70 80 مليون دول هياخدوك يخلوك في اعلى منطقه. هي دي كره القدم في كل حته. ميسي لما بيلعب مع الارجنتين، شفتوا ميسي الناس بتنتقده بشده ازاي لما بيلعب مع الارجنتين؟ فانا رحت للارقام، هقارن وليد ازارو بمين؟ فجبنا راس حربه كل الاهلاويه بيعشقوه، على الرغم من ان بداياته كانت كلها صعبه جدا. فلافيو، ارقام فلافيو وارقام وليد ازارو، وانا مش هتكلم في هذا الموضوع، ارقام فلافيو امام حضراتكم. انا هقرا ارقام، مش هعمل اي حاجه تانية، وحضراتكم تقولوا، والارقام لا تكذب ولا تتجمل. فلافيو لعب 95 مباراه في الدوري العام، سجل 34، صنع 15 هدف. بالنسبه لدوري ابطال افريقيا لعب 45 مباراه، سجل 16، صنع 2. كاس السوبر لعب 3، الافريقي لعب 3 وسجل هدفين. كاس السوبر المصري لعب 3 ولم يسجل، وكاس مصر لعب 2. دي ارقام امادو فلافيو. طيب ده ازارو. ازارو لعب 53 مباراه في الدوري العام المصري، سجل 24 هدف، صنع 8 اهداف، تقريبا نص فلافيو، نص عدد المباريات ونص بقية الأرقام، وبالتالي تحس إن فلافيو زي أزارو. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا لعب 22، سجل 11. في كأس مصر لعب مباراتين وسجل 1، وفي كأس السوبر المصري لعب مباراة وسجل هدف وحيد. إذا قارنت ما بين أرقام وليد وأرقام فلافيو في المسابقات، هتلاقوا ان الارقام قريبه، الارقام قريبه. خلينا نروح برضو موسم 2004 2005، فلافيو لعب 5 مباريات فقط. موسم 2005 2006 لعب 35 مباراه، سجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف. في 2006 2007 لعب 41 مباراه، سجل 24، ده امتى؟ في ثالث موسم. سجل 24 وصنع 7 في موسم 7 8 2007 2008، لعب 35 مباراه،
سجل 10 صنع هدف في موسم 2008-2009، لعب 39 مباراة سجل 18 وصنع 6 أهداف. وليد موسم 2016-2017 لعب 6 مباريات سجل 4 وصنع هدفين. موسم 17-18 لعب 43 مباراة، عموما يعني كل المباريات في كل المسابقات، سجل 26 هدف صنع 8 أهداف. هذا الموسم لعب 29 مباراة سجل 7 أهداف، أو الموسم السابق يعني سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف. فاللي هيقارن وليد أزارو بفلافيو هيلاقي إن المقارنة تقريبا متعادلة. فلافيو في الموسم الثالث، ولما راح كاس العالم ورجع من كاس العالم شفنا فلافيو مختلف. هل تكون نقطة انطلاق وليد أزارو هي رجوعه مرة أخرى للمنتخب المغربي ويصالح بقى جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية؟ جمهور النادي الأهلي بالمناسبة زعلان، مش هقدر أقولها غير زعلان، ولكن بجون واحد يا وليد هترجع جمهور النادي الأهلي كله مبسوط منك ومبسوط بيك. هي دي كرة القدم، اللاعب دايما اللي بيتحط تحت ضغوط امتى يقدر يطلع نفسه بره الضغوط دي. وليد أزارو بيعمل مباريات جيدة جدا، بيتحرك كتير جدا جوه الملعب، بيجري كتير جدا، وهداف. بيضيع كتير، محدش يقدر يقول لا، ولكن وليد أزارو مهاجم جيد جدا، بدليل لو الناس بتعتبر ان فلافيو ده واحد من المهاجمين الجيدين يبقى لازم نعتبر ان وليد أزارو ايضا من المهاجمين الجيدين، لانه تقريبا نفس عدد الاهداف اللي جابها النجم فلافيو هو تقريبا نفس عدد الاهداف اللي جابها النجم أزارو. ده لعب 3 سنين، ده لعب 6، ده لعب 90 مباراة، ده لعب 45، فتقريبا نص العدد في كل شيء. عموما انا حبيت بس اوري لحضراتكم بوري حضراتكم الفروق، وانا ما بحكمش، حضراتكم اللي دايما بتحكموا، الارقام هي اللي المفروض هي اللي تحكم. فلافيو في البطولات الافريقيه جاب 16 هدف، وليد أزارو جاب 11، فالمسانده واجبه خلال الفتره القادمه، لانها مش لوليد أزارو بس، لكل لاعبي النادي الأهلي، لكل لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، لأن احنا دائما النادي الأهلي بينظر إلى البطولات، في كل البطولات زي ما قلت لحضراتكم 5 بطولات هيشترك فيهم النادي الأهلي، سواء السنة القادمة دوري وكاس وبطولة أفريقيا وسوبر مصري، إن شاء الله يبقى السوبر الأفريقي 5 بطولات، وإن شاء الله يبقى كاس العالم، طبعا كاس العالم للأندية. فالخمس بطولات دول ومعاهم كاس العالم للانديه، 6 بطولات دول النادي الاهلي دائما بينظر الى المركز الاول فقط لا غير. اتمنى يا رب نشوف النادي الاهلي وكل اللاعبين. انا بس حبيت اوريكم مقارنه كده بسيطه ما بين وليد أزارو وما بين امادو فلافيو، عشان انا عارف الناس قد ايه بتحب هذا اللاعب اللي هو امادو فلافيو، وعارف برضو الناس بتحب وليد أزارو قد ايه، ولكن خدوا بال حضراتكم انا عارف ان الزعل بمقدار الحب، الزعل بمقدار الحب، فالناس بتحب وليد أزارو جدا، فزعلانه منه شويه بمقدار الحب اللي بتحبه لوليد أزارو. كل التوفيق لوليد أزارو خلال الفتره القادمه وخلال الايام اللي جايه، مش هو لوحده، كل لاعبي النادي الاهلي. طيب النهارده عندنا كلام كتير جدا من النواحي الفنيه، هنتكلم في كل شيء الحقيقه وبشكل عام.